ممكن تعرفينا على مشروعك؟ مشروعنا هو جدولة الأحمال الكهربائية لتفادي ساعات الذروة. توفير الخدمات الصيدلانية في دولة الإمارات، شو التحديات اللي نواجهها في المستقبل؟ طبعا هذا الدواء يستخرج من نبتة تسمى الديجيتاليس. عندنا 9 أطباء متخصصين في جميع مجالات طب الأسنان. نوفر لهم العلاج المجاني لجميع المرضى. برنامج جي تك تشاهدونه في الأوقات التالية.